تعدل، الناس ابتدت تقتنع جدا، وكان في حاله من الاندهاش من ناس كثيره جدا. انا بصراحه عايز اقول لحضرتك، شفت الـ قبل التعديل وعملت مقارنه مع النسخه الاخيره، ليه عاملين تعديل كتير في بعض الحاجات، حتى جداً. يمكن بعض الحاجات شلتوا كلمه واحده مثلا، لغيتوا حاجه. احنا يمكن فوق ال 50 تعديل حصل، 50 تعديل، يعني يمكن 53 53 لما 53 بند اتغير، بند اتغير يعني اتعدلوا بما يتوافق مع رأي الجمهور، لان احنا اول حاجه قلناها ان ده احنا بنقول ده دستور النادي الاهلي او لائحه النادي الاهلي او قانون النادي الاهلي اللي هيعيشوا مين واللي هيطبق عليه مين؟ اعضاء جمعيه، الاعضاء الجمعيه لازم يعدوه مش مجلس اداره. يعني احنا 180,000 اسره، مش ممكن ابدا هنقول ان احنا 12 عضو مجلس اداره يبقى احنا كل حاجه، يبقى احنا اللي هنحدد 180,000 اسره. وبناء عليه احنا فعلا احنا بنقول ان ده اللائحه دي هي تعبر عن نبض وترأي الجمعية العمومية اللي هي 180,000 أسرة. طيب ما طلعناهاش من عندنا. خلينا نبدأ المادة 3 لأنه حضرتك ذكرت الميثاق الأولمبي وجاي أهو في المواد. تتوافق اللائحة مع أحكام القانون وقواعد الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة أحكام القانون وقواعد الميثاق الأولمبي والمعايير. أنتم مؤكدين على الميثاق الأولمبي ليه؟ أقول لحضرتك ليه؟ احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بعد ما عدينا اللائحه خالص ووصلت الى كل الاقتراحات واتعملت، حصل زياره من اللجنه المركزيه بتاعت اعداد اللائحه لزياره للمهندس هشام حطب والاعضاء الموقرين للجنه الاولمبيه في ليه؟ مقر اللجنه. ليه رحتوا؟ على اساس ان احنا مش عايزين، في بعض الانديه ما راحتش ولا اهتمت. لا ليه انا النادي الاهلي، انا النادي الاهلي ليه اروح انا اللجنه الاولمبيه؟ احنا بنقول احنا الصح ما فيهوش كبرياء، ده كان قرار صح. ان احنا بنقول ان احنا عايزين نعمل حاجه لا تخالف، عشان ما نجيش بعد كده حد يطعن بحاجه، حد يقول لنا لا عيدوا من الاول تاني، الجمعيه غلط، اي حاجه. احنا قلنا لازم يبقى مؤمنين نفسنا ما بين اعضاء النادي ان هم عندهم رضاء عن هذه اللائحه دي، نمره واحد. نمره اتنين الجمعيه اللجنه الاولمبيه تبقى في نفس الوقت راضيه عن او موافقه عن اداء اعداد اللائحه بحيث ما لا يخالف الميثاق الاولمبي. احنا كنا بنحاول ما نخليش غلطه في اي خطوه بنعملها.